بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. محدثكم وأخوكم صالح أحمد بارودي، باحث في التاريخ وخادمكم في الله والجزائر. شعارنا الله والجزائر. تطرقت في الحصة الثانية على ما أظن إلى عدة مراحل استرسلت فيها ارتجاليا ووضحت فيها بعض المعالم للحوض الحضاري الكبير الذي ينتقل، وأشرت إلى أن هذا الحوض الحضاري الكبير ينقسم إلى منطقتين. لماذا؟ لأن البعد الحضاري والارتباط الانتمائي يعود إلى هذه المنطقة من ناحية العرقية، من ناحية الجغرافية، ومن الناحية الدينية الروحانية، ألا وهي الإسلام، ألا وهي الإسلام، وهو الإسلام. هذا الحوض الحضاري الكبير تجمعنا به اللغة، لأنه اللغة المنتشرة في شمال إفريقيا اللغة العربية، ثم يليها اللغة الأمازيغية البربرية، ثم تليها لغات أخرى كالعبرية وكالفارسية وكالتركية العثمانية. يعني هناك خليط من اللهجات لكن هي قليلة وقليلة جدا، وهذا راجع لاحتضان شمال إفريقيا لهذه الأمم من ناحية اللغوية. فلما نرجع إلى علم اللسانيات فنجد أن أقدم اللغات عندنا كمسلمين، ويجب أن نبرهن هذا للآخر وهو الغرب، أن أقدم لغة في خلقت الإنسانية وهي اللغة العربية في اللوح المحفوظ، نطق بها آدم وقال الحمد لله، ولما سئل في جنة في هناك عند الله قال الملائكة السلام عليك يا آدم بصيغة المفرد، فأجابه عليكم السلام. ولكن لما نزل إلى الأرض والتقت به حواء قالت السلام عليكم بصيغة الجمع. هنا لماذا بصيغة الجمع؟ لأنه كان محفوفا بعشر ملائكة، عشر ملائكة تحيط بي وبكم وبالإنسانية جمعاء. فاللغة العربية أقدم اللغات، اللغة الأبدية واللغة الأزلية واللغة الصرمدية، لغة الجنة الآخرة والجنة من وإلى. هذه اللغة ولمرور فترات تاريخية من آدم إلى شيت إلى إدريس إلى صالح إلى هود إلى سيدنا إبراهيم الخليل مرت بمراحل، والألسن ذهبت مع الإنسان ابن بيئته، أينما عمر الإنسان الأرض إلا واكتسب منها حتى الذبذبات الصوتية أو الفونيك أو تغيرت فيه. فمن العربية خرجت لغتان اثنتان رئيسيتان، اللغة الآرية واللغة الآرامية. فاللغة الآرية من ناحية الجغرافية هي هندو أوروبية، وهندو أوروبية يعني من الهند إلى جبل سلسلة جبال الهيمالايا مرورا بآسيا الوسطى ودخولا إلى القوقاز ومنها إلى الآرون إلى أوروبا بصفة عامة. هذه اللغة الآرية جغرافيا. عرقيا تنتمي إلى اللغة السنسكريتية الهندية، اللغة الإغريقية، اللغة اللاتينية، ثم اللغات الحديثة التي ظهرت في القرن الرابع عشر من الإغريقية اللاتينية والعربية، لأن الغرب لا يذكر العربية، والعربية هي المصدر، لأنه كلمة لوغوس بالإغريقية فرنسية لا لونغ، بالعربية لغة، فاللغة هي لوغوس أخذت من اللغة العربية.
إذن هذه اللغة الآرية. أما اللغة الأخرى الرئيسية وهي الآرامية، واللغة الآرامية موجودة في بلاد الشرق الأدنى، في بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق ميزوبوتامي، وظهرت في عدة حضارات في هذا البلد في هذه المنطقة. الحضارة السومرية التي ظهرت بها الكتابة، سنتطرق إلى موضوع الكتابة، ثم الحضارة الأكادية، ثم الكلدانية والذي ظهر فيها سيدنا إبراهيم الخليل، ثم البابلية الأولى، فالآشورية برا، الآشورية نسبة إلى مدينة آشور في شمال العراق، والبابلية الثانية. هذه لغات. ثم لغات أخرى ظهرت في بلاد الشام، ألا وهي عند الكنعانيين، اللغة الكنعانية. ومن اللغة الكنعانية هناك لغات أخرى، الفينيقية، الأمورية، العمورية، اليابوسية، بما في ذلك العبرانية، الذين عبروا من العراق ودخلوا أرض كنعان كضيوف وعاشوا في الأرياف ولم يدخلوا إلى الحواضر. فحاضرة القدس أو إيليا يابوس دخلها سيدنا يوشع بعد موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فاللغتان الآرية والآرامية، والآرامية كذلك منها لغات أخرى وهي القبطية والنوبية والأمازيغية. فهنا هذه اللغة تسمى بالإفرو أسيوية. دونك هناك نسب جغرافي للغة الأمازيغية والعربية وهي الإفرو أزياتيك، هذا من الجانب الجغرافي. أما من الجانب العرقي فإنهم تنتمي إلى السامية الحامية، فسام ابن نوح عليه السلام وحام ابن نوح عليه السلام. فاللغة السامية الحامية هي هذه اللغة الآرامية، فمن السامية العربية ومن الأمازيغية الحامية. وقد ورد لابن خلدون رحمه الله العلامة المولود في سنة 1332 والمتوفي في سنة 1406 والذي عاش كذلك في بلادنا في الدولة الزيانية وكتب المقال المقدمة والعبر هنا بقلعة بني سلامة تغزوت دائرة فرندا ولاية عين تيموشنت في مدة 4 سنوات خلوة، هذا ابن خلدون يقول أمازيغ ابن كنعان ابن نوح عليه السلام. فأمازيغ ابن كنعان، وكنعان هم الكنعانيون، وهذا ما سنجده في ضيافة الحضور التجاري السلمي الفينيقي على شواطئنا على شواطئنا بالمتوسط وكذا بالأطلسي. إذن هناك صلة قرابة، صلة البعد الحضاري بين اللغات السامية الحامية ومنها الأمازيغية والعربية واللغات الإفرو أسيوية، يعني التي ظهرت في إفريقيا وظهرت في آسيا. هذا ما نصب إليه دائما ونقول هذا انتماء وبعد حضاري يمتد من وإلى. ما نجيوش حنا مثلا، لا أدخل في قضايا سياسية على كل، أنا أسرد إلا ما ورد في التاريخ وما جاء في التاريخ. ومن هنا أقول يعني في نهاية الأمر سنجد أن هذه الشعوب، شعوب شمال إفريقيا، لها مقومات وقواسم مشتركة واحدة تنتمي إليها من دون دين ولغة وتقاليد وعرق وتراث، ولكل قطر منها خصوصيات أخرى. استسمعكم في هذه الحصة، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حصة أخرى. سلام.